شو رأيك بالشباب اللي بيجزروا بالشوارع بسيارتهم وبيكونوا حاطين موسيقى عالية؟ مزعجين، مشغولة. كل إنسان حر يعمل ما بده بس ما يزعج غيره. بس إذا كنت نايمة بيزعجوني. يعني حلو مثلا تكوني عم تكذب سيارة والصوت شوي مسموع لبرا، بس كثير هن عم يعلوا الصوت لدرجة إنه ما بعرف تقرفي منهم. يعني كثير بحسوا الناس سطحيين، بحاولوا يجذبوا البنات بطريقة كثير تافهة. طيب القهوة؟ ايه يسلموا هديات. تسلم. يي 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 وقعنا حالنا يا الله. يا طارق ولو قد ايه بدي اغسل لك قمصانك انا؟ يلا بسيطة مرة القهوة، وين بتروح؟ بسيطة. حلوين الهوايات. شو ندوش؟ شو بدنا نعمل اليوم؟ رح روح عند هلا بعد الظهر. شو رأيك بتروح على السينما؟ عشي. بنروح عشي إذا بدك. شو بدنا نحضر أول؟ هلا بنشوف شو فيه. شوف شو فيه أخوي. ما فيش يا بابا معي من غير ما تحكي معي. بدك بعد قهوة؟ لا ما بدي شكرا. ما شايفي هالويح جارنا عادل كم مرة صار مرق من هون؟ عادل؟ وينه عادل؟ هيدا عادل؟ لكن مين هيدا؟ كم مرة صار مرق من هون؟ هاي رابع مرة بيمرق من هون وبيكبلك نظرات وعيونه وبيدبلك بعيونه وبمنخيره وبيعمل حركات. شو هالحركات هيدي؟ شو بدك فيه يا عمي؟ بركي الزلمة عم بكذب، شو بدنا فيه نحنا؟ عم بكذب؟ ما لاقي يكذب ببيروت كلياتها إلا تحت بيتنا؟ طرقات لكل العالم، شو بدنا فيه نحنا؟ شو هالحكي؟ عم تحكي جد؟ ايه عم بحكي جد. شو في بينك وبينه لي؟ ايدك عني. شو في بينك وبينه؟ ما في شيء، ما في صح. هلا بدك تعترفي؟ طارق جرسنا قدام هالحكي. ولحطه قربته قد ما عم يلوقع يطلع فيكي لهون. يا خيي يطلع، شو هالمشكلة؟ يطلع؟ شو في بينك وبينه؟ بدي اقعد، ما قلت لي بدي احكي معك، انا ما اسألك. فوتي لجوا. ما بدي فوت لجوا. فوت انت. ما بقى تنحمل القصة كثير هيك، سادس مرة صار مرق من هون، بدك تقولي لي هلا شو في بينك وبينه؟ يا طارق شو بك؟ قلت لك ما في شيء. ما حتقني عيني فيها انه عم بكذر تحت البيت مش طبيعية. يا خيي عم بكذب. شو روقت رقبته، روقته روقته وعم حاجة بقى بلا سائلة، وقف بقى. طيب جرست. خلص. ما انت ما خصك شيء، انا نازل هفرجي لها الازعر مين هو. لوين رايح؟ لو بتنزل فرجي لها الازعر، بدي فرجي مين هو ومين يمشي. لك بلا هبل طارق. طارق طارق شو بدك؟ خلص بقى. زين كنت رجال، زين لمسح فيك الارض. زين زين لفرجيك قيمتك. شو بيه؟ انت شو بيه؟ شو بيه؟ انت شو بيه؟ لا انت شو بيه؟ ليش عم تدفش؟ انت اللي عم تدفش. شو بيه؟ شو بيك لك ساعة عم تمرق؟ عم تمرق من هون عم تفقس. اسكت انت! ليه عم تمرق علينا وتزت نظراتها عم تطلع باختي؟ ما هالشي اللي بده يطلع باختي ويبصبص عليها. اختك حبيب مين اختك؟ اختي مين اختي؟ اختي اللي قاعدة عم تطلع فيها حضرتك قاعدة حدي على الورندا كانت. انا فاضي لاختك حبيب، انا عم فتش على صفي بالشارع. روح روح اخته قال شارع. روح روح فضيلك لأختك انت وياه. ما خافش عليها.